عملية إعادة التدوير هي تعريفها بسيط، أشياء ممكن منتهية ما نستفيد منها نحولها إلى أشياء ممكن نستفيد فيها بحياتنا اليومية. راح نتعرف على هذا التعريف أكثر مع ضيفتنا معلمة التربية الفنية ريم النجم، حياك الله. هلا والله، الله يحييكم. حياك الله ومنورتنا اليوم، وصراحة قاعد نشوف احنا هني سوالف وايد حلوة بنسولف عنها أكثر، لكن في البداية ودنا نعرف ريم شنو أهمية إعادة التدوير؟ هو مهم في الحفاظ على البيئة، بدل ما نرمي النفايات في البحار ونلوث البحار، أو بدل ما نحرقها ونسوي تلوث بيئي، نسوي لها إعادة تدوير نستفيد منها في رؤية جمالية وبشكل جمالي يبرزها لنا، ونحافظ أيضا على التنمية المستدامة، لأن البيئة نحافظ فيها على الأجيال القادمة ما يصير نلوثها. بهالطريقة هذا إعادة تدوير مهمة. حلو، زين ريم، نبي نعرف معلومة، هل أنت تمارسين هذه الأشياء من كنت صغيرة ولا لما صرتي مدرسة؟ لا بصراحة من يوم كنت صغيرة، أتذكر أيام الثانوية كنت أخذ تيشيرتات أخوي بلوزة البيضة، فكنت شو أسوي فيها؟ أسوي فيها تنورة، أستقل إنها مخيطة من هالصوب ومن تحت، فأقص هالصوب شنو أسوي فيه؟ أخيطه بيدي وأخذ جينز، أخذ إطار الجينز الحزام واحطه من فوق، يعني لدرجه ان التنوره هذه للحينها موجوده عندي، وايد استانس لما اتوقع وايد التهاوش مع اخوك على هالسالفه، عيل يرجع البيت ما يلقى الشيء ما يلقاها، لا يكون ما يبيها قاطها فانا اخذها. زين اوكي. انزين ريم، ليش احنا في مجتمعنا الحين قاعد نشوف في قله من الثقافه اللي نتداولها بيننا وبين بعض عن اعاده التدوير؟ يعني قليل ما نشوف في ناس فاهمين هذا الموضوع اكثر. بحسب رأيي، يعني أنا أتوقع البيئة اللي إحنا نعيش فيها، بيئتنا ما فيها وايد تأمل. يعني هناك بالدول الأجنبية عندهم طبيعة، يعني مثل ما تشوفون هني الأشغال، في يعني خيوط أخشاب ورود، يعني أشياء ريفية. إحنا عندنا طبيعتنا ما فيها هالأشياء هذه، يعني ومو بس كذي، هناك بالدول الغربية عندهم هذه الأشياء إلزامية، يعني يخصصون حاويات حق إعادة التدوير، مهتمين في هالأمور. غير هذا الشيء، إحنا عرب يعني نحب كل شيء جاهز، يعني عندنا كل شيء سهل، ما يعني ما يكلفون على نفسهم، يسوون شغلة بسيطة ويشوفون فيها شيء جمالي، يبون كل شيء على السريع وجاهز. إنزين، لو نبي نقول حق أي شخص عنده هذه الموهبة، هل لازم يكون هواية فقط تكون عنده من الصغر ويطورها، ولا لازم يدرسها ويثقف نفسه أكثر؟ لا، هي تعتبر هواية، بس هم هو شيء بسيط، هو تنمية. يعني هو يعني كل شخص مبدع عنده حس إبداعي، سواء مبدع بالرسم، بموسيقى، بشعر، بديزاين، تصميم، بطبخ، هو أساساً هو حس إبداعي. فلما أنا أنمي هذا الحس الإبداعي والتأمل عندي، راح يكون عندي يعني هالأشياء هذه بتصير شيء بسيط. بس هو يعني المشكلة إن الحس الإبداعي ما قاعد يستخدمونه، يعني ما قاعد يتأمل. يعني مثل عندك هني مثل هذا كلاس جبن، ما قاعد طالع قاصة جديد مثلا شلون استقل، شنو اشوف فيه، شلون استخدمه بطريقه ثانيه. أوكي. ما في تامل، قاعد يفقدون الحس التأمل. عفوا، انت تقصدين بالتامل هي النظره الابداعيه اللي ممكن انه هو يشوف فيها شيء بسيط الى شيء جمالي. اي يحول الشيء البسيط الى شيء جمالي، يعني بنظره معينه تكون من الشخص نفسه، هو يكون عنده تامل في الشيء، يطالع شلون ممكن ما في هذه النظره. اعتقد هذه لازم اذا كانت عنده هوايه وما استمر فيها وطورها وثقف نفسه خلال يعني خلينا نقول لي كبر، ما راح يقدر يطلع هذه اللي انت قاعد ما راح يقدر. احنا في زمن الحين كله ابداع، في عصر كله مبدعين، السوشيال ميديا والاشياء هذه كلها فيها ابداع، فلازم يكون هذا الشيء يتطور وينميه هذا من يوم يكون هو صغير، باشياء بسيطه مثلا بالاشياء هذه. فلما هو يجرب الابداع والحس الابداعي راح يصير يحب الابداع في كل المجالات. صحيح، انا اسمي الابداع هو مفتاح حق المجالات، يعني اللي عنده حس الابداعي يقدر يدخل في اي صحيح. مجال ويبدع فيه. صحيح، واحنا قاعد نشوف الابداع الحين هني. كلمينا عن الموجود في هذه الطاوله، في عندنا هذه مالت الورد، شنو هي الفازه اصلا؟ هذه اساسا جلاس جبن. اي نظفناه من الستيكرز، حطينا فيه ليت وحطينا ورد طبيعي، وصارت يعني شكلها حلو، وايد حلوه، اباجوره حلوه. عندك هناك شموع، هذه عواده الدارسين. اي هذه عواد دارسين صافينها بهالطريقه. حلو، فشمعه تكون مثلا لما تشغلينها تخترب او خلصت، فحاولت اسويها بشكل جمالي، حطيت عليها عواد. حتى ريحه حلوه. اي تطلع وايد ريحتها حلوه لان الدارسين ريحتها قويه. نايس. عندك هذه يعني خيوط، خيط عادي احط فيه قراء، انا قاعد بغيره والفه على بالونه، بس لي ثاني يوم ابط البالونه يطلع لي هذا شكل يابس. حلو، ممتاز، كره. اي ما تتحرك. اي زين،
كملي قول لنا. وهذه عندي جامة مثلا ما أبيها، استغليت فيها خشب ولزقته فيه، يعني لو بتلاحظون استخدم وايد اخشاب، صح. لان الخشب هو اساسا ما يبي له شغل عشان تبرزينه، هو يبرز نفسه، صح. هو في رؤيه جماليه واضحه، صح. فما له داعي ابرزه، اي في هيبه، فما له داعي يعني الونه او اغطي، هو في جمال اساسا. فوايد استخدم الاخشاب. هناك عندك ناس ما قلت لك الملابس اللي هي عاده تدور الملابس، هذا لبس هو ليش انا حطيته على جينز، يعني إيه؟ شفتي الحين الهبات اللي هابين فيها، صح. يعني تقدري ورا تحطه هني على الجينز، صح. هبه وايد اشياء على الجاكيتات، اي هذا على الجاكيتات التلزق هذا، فهذا اسلوب الديكوباج. طبعا انا سويته على جلد وحطيته على خاطر وايد حلو. فني اعاده التدوير ريم، هل تعتقدين لازم ممكن نحطه في منهج الدراسه يكون مختلف عن اشياء اللي ممكن احنا درسناها، الالوان الشينيه او الخشبيه والرسم والزيتيه، الامور اللي قاعد نتعلمها من الابتدائي لغايه المرحله الثانويه، هل نحط هذا المنهج لازم؟ هو موجود عندنا هذا المنهج، بس ويعطون يعني بالحصص نعطي مواد في اعاده تدوير، بس هي اساسا ماده مو اساسيه. فتلقى الطالب لما يحضر حصه الفنيه هذا هو التلميذ عباله حصه احتياط، صح. يعني اوجههم ترى لا، هي مو حصه احتياط، يعني ترى هي حصه مهمه، يمكن اهم المواد الثانيه اللي انتم تاخذونها باكر اذا كبرتي او تزوجتي. شلون بتاسسين بيتك اذا انت ما تعرفين تنسيق الالوان وترتيب الالوان؟ شلون بتنسقين ملابسك اذا انت ما تعرفين هذه الاشياء؟ شنو السبب ان ما عندهم هالثقافه هذه، ان ماده الرسم ممكن تكون لازم تكون اساسيه؟ لانه يمكن لانها مو اساسيه، ماده مو اساسيه، مادش بالمجموع، هو فتره من الفترات خلوها ماده اساسيه، صح. فشفت انه شدوا حيلهم ووايد انا استانست ارتحت، يعني حتى طريقتهم معامله الطلبه بالصف بالكلاس كانت هاديه، يعني خايفين ان الابله في ايدها علامات، بايدها درجات. انا اذكر ماده البدنيه بايام الثانويه كانت ضمن الدرجات، فانا مو ذاك الزود كنت برياضه بالفتره، ولكن شديت حيل عشان لازم احصل على الدرجات. عطوها بس احنا مو معطينا اياهم، قديش كنا حصه كنا احتياطي صارخون وما جزء، يعني اتنرفز اقول لهم ترى مو حصه احتياط، هاي حصه واحاول اشدهم، يعني اشد انتباههم باشياء كذي، اجيب لهم اقول شوفوا، ينشدون، في بعض التلاميذ تنشد. فقاعد تعلمينهم انت اعاده التدوير؟ اي قاعد نعلمهم اعاده التدوير، يعني تدخلينها من ضمن المنهج الدراسي؟ اي احطها من ضمن المنهج الدراسي عشان ابي اشد انتباههم، مو بس كراسه، مو كل من يرسم، صح. التربية الفنية مو بس رسم، لأن الرسم موهبة، صح. هني أقول لك هذه موهبة خاص، قدرة ما حد يقدر يسويها، بس الإبداع تعلم شوي، اي تعلم شوي ترسم، بس الأشياء هذه يعني سهل، يقدر أحس تعال خذ خيط، لف الخيط وحطه بقى، الله طلع شكل حلو، أحاول أشد انتباههم بهالطريقة. زين نقدر نعرف أي مرحلة دراسية درسين؟ اي متوسط. متوسط بنات. هل في أحد من اللي درستيهم خلال شفتي فيهم مثلا موهبة والحين يعني ما شاء الله متجه حق هذا الموضوع؟ إيه في بنات يحبون هم يجون يطرحون نفسهم، أبلا أنا أعرف أرسم، أبلا أنا أحب كذي، ترويني كراستها، فأنا شنو أهتم فيهم أكثر، يعني حتى بالصف لما توجهينهم أوجههم، أعرف هذول البنات ما يبون يشتغلون أقول لهم خلكم قعدوا سولفوا ولا تحاشوني، أخذ البنات اللي يبون يشتغلون، أو شنو أعاقبهم أقول لا تتكلمون، اللي ما يشتغل لا يتكلم. اللي يشتغل اي اسولف وياهم ونحط شغلنا احمس بعدين شوي شوي كلهم يبدون هذيلاك يوني عندنا احاول نشد انتباه. حلو. انزين من خلال هذه الاعمال الجميله اللي قاعد نشوفها، شنو الهدف والرساله اللي حابه توصلينها؟ الرساله ان الجمال يكمن في البساطه، يعني كل شيء بسيط فيه جمال، وان يعني ان هذا الابداع التامل نفس ما قلت لك، احنا شلون نطور نفسنا بهالطريقه بامور بسيطه هذه، بعدين يتطور عندنا الابداع، يوصل لمراحل متطوره اكثر، فبالبدايه نبلش فيها في الامور البسيطه هذه، انه هو حس ابداعي، اذا انا ما طلعت الحس هذا ما راح يطلع نهائيا في اي مجال ولا في اي امور ثانيه. صحيح. وهذا الاعمال اعاده تدوير اعتقد شيء جدا سهل وبسيط وفي احساس في متناول الجميع هو يكون، صح. بس اللي بنعرفه، هل هناك في صعوبات ممكن تواجهك انت شخصيا او واجهتك وانت قاعد تمارسينها؟ لا بالنسبه لي ما في صعوبات، بالعكس هذا الشيء هو يعتبر علاج للاكتئاب والاحباط. ليش؟ لان الشخص لما ينتج شغله من ولا شيء تزيد الثقه عنده، يعني تصير انجاز. عنده اي انجاز، انا سويت هذا الشيء، والله انا لما اسوي شيء اقعد اطالع لا لا لا، والله انا سويت شيء اطالعها، يعني يعطي الشخص ثقه بنفسه زياده. صح
صح. شكرا لك ريم النجم معلمة التربية الفنية على هذا الإبداع الجميل، وإن شاء الله تستمرين فيه أكثر علشان نشوف الكثير من الجماليات هذه وثقافة إعادة تدوير تكون منتشرة. إن شاء الله حبيبتي، وشكرا لكم على الاستضافة الحلوة. وإحنا أكثر نتشرف فيك وموفقة يا رب في مجالك، مستمرين في حلقتنا وإنجازات المرأة الكويتية، ولكن بعد الفاصل.